نشرة الرابعة، أهلا بكم. البداية بنشاط البرلماني، حيث افتتح البرلمان بغرفتيه اليوم دورته العادية 2021-2022. ففي جلسة علنية ترأسها رئيس مجلس الأمة صالح جوجيل، افتتح مجلس الأمة دورته العادية بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي والوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة. وبالمناسبة، أكد رئيس مجلس الأمة صالح جوجيل أن الشعب الجزائري الواعي بحجم التحديات يمكنه بوحدته والتفافه حول مؤسسات الدولة يمكنه إحباط كل المؤامرات. احنا لازم نكونوا واعيين، اولا نحافظوا على الوحده الوطنيه، نتحاور، نتناقش، نتنازل في بعض الاحيان في مشاكل الداخليه نتاعنا والمفهوم الممارسه، ولكن الوحده الوطنيه مقدسه. الوحده الوطنيه لأنها مربوطة بتاريخنا العميق الجزائر، مربوطة أيضا بالمفهوم الحقيقي لنوفمبر والمفهوم الحقيقي لاسترجاع السيادة للجزائر بعد التضحيات، والفضل يرجع هذا كله إلى الشهداء. احنا اليوم قرر اللي اتخذه الرئيس باش يفتح المجال للذاكرة، ماهوش الذاكرة من أجل الذاكرة، الذاكرة من أجل الفهم والعمق نتاع الجزائر. الذاكرة كتجارب، كحياة عشناها، وين صبنا وين ما صبناش، ونربطها بالحاضر، نفسرها بالحاضر، ولما نفسرها بالحاضر نفكر أيضا في المستقبل. احنا أيضا في البرلمان، في المجلس الشعبي الوطني، في مجلس الأمة، لنا دور كبير وعظيم مع البرلمانات العالم الجهوية والعالمية باش نبلغ الرسالة ونبلغ الموقف الجزائري ونبلغ المواقف الجزائر عبر كل القضايا هذه المطروحة. الجيش الوطني الشعبي يضمن الحدود الجزائر ويضمن الاستقرار الجزائر، والقرار الأخير في برنامج الحكومة، وإن الرئيس أعطى توجيهات لتدعيم الإمكانيات للجيش، القوة نتاع الجزائر تكمل والمناعة نتاع الجزائر تكمل في قطاع من القطاعات الهامة نتاع البلاد وهو الجيش الوطني الشعبي. وفي جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، افتتح المجلس دورته العادية 2021-2022 بحضور رئيس مجلس الأمة صالح جوجيل والوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن وعدد من أعضاء الحكومة. رئيس المجلس الشعبي الوطني وفي كلمته الافتتاحية دعا إلى مضاعفة الجهود وتحصين الجبهة الداخلية من أجل جزائر جديدة قوية بشعبها المتبصر وجيشها الذي هو في مستوى التحدي، دفاعا عن الوطن وسلامته، مشددا على إعطاء الأهمية الكبيرة للاستحقاق الانتخابي لما له من دور في التنمية كونها الأقرب لانشغالات المواطن. نفتتح دواتنا اليوم وكلنا عزم على أن تكون فاتحة لعهد جديد في مجال التشريع وفترسانة التشريعات التي عرفتها الجزائر على مر العهدات، يتطلب تحيينها وفق الدستور الجديد الذي وافق عليه الشعب الجزائري. وإنه بالمناسبة أيضا نقول لكل الطاقم الحكومي إننا على أتم الاستعداد للتعاون والتنسيق والتكامل في إطار ما يخدم المصالح العليا لشعبنا الذي ينتظر منا الكثير من أجل الدفع بعجلة التنمية، هذه التنمية المنشودة التي هي مسؤولية الجميع شعب وحكومة، وما علينا إلا الانخراط السريع
تداركا لما عرفته البلاد من تأخر ونقص مس جميع القطاعات. إنني أغتنم هذه السانحة أيضا لأدعو الجميع إلى العمل في ظل التنسيق والانسجام، لأن ما ينتظرنا من مجهودات يتطلب الاستثمار في كل نقاط التقاطع، وعلى رأسها حتمية الخروج من الأزمات المتراكمة والتي ورثناها جميعا حكومة وبرلمانا، وكذا ما يواجهنا من تحديات داخلية وخارجية في ظل هذا الوباء الذي ألقى بظلاله على الحياة العامة للمواطنين، مما يستدعي مضاعفة الجهد وتحصين الجبهة الداخلية وتمتين العلاقات بين مختلف الفاعلين سواء السياسيين أو الإعلاميين أو النخب التي ينبغي أن تنخرط اليوم وبقوة في المسعى الذي تنتهجه الجزائر الجديدة بقيادة السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. جزائر تجعل من العدل واحترام القانون وترقية الحقوق واستعادة القيم، خاصة قيم العلم والعمل. جزائر قوية بشعبها الواعي المتبصر لما يحاك هنا وهناك، وقوية بجيشها الذي آل على نفسه أن يكون في مستوى التحدي دفاعا عن الوطن وسلامته وحفاظا على وحدة ترابه وحماية مكتسباته. وجب التذكير بالاستحقاق الانتخابي الخاص بالمحليات بعد أن استدعى السيد رئيس الجمهورية الهيئة الناخبة، وهو الاستحقاق الذي يعد الحلقة الأخيرة في تجديد المجالس. ولأهمية الحدث يتعين علينا جميعا أن نوليه من الاهتمام نظرا لما للمجالس المحلية من دور في التنمية، لكونها الأقرب إلى انشغالات المواطن من جهة، ومن جهة أخرى لما تمثله تجسيدا للإرادة الشعبية وتكريسا للمسار الانتخابي الذي بدأناه بالاستفتاء على الدستور مرورا بالانتخابات الرئاسية فالتشريعية بعدها. في التعاون، تحدث وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمضان العمامرة مع مفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن بانكولي أديوي، حيث تناولت المحادثة قضايا التعاون ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الوضع في ليبيا والموزمبيق ومالي وقضايا السلم والأمن في الساحل. مفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن الذي أشاد بالدور المحوري للجزائر في المنطقة أكد بخصوص الأزمة الليبية أن المبادرة الإفريقية تدعم إجراء الانتخابات في موعدها المحدد. أغتنم هذه الفرصة لأشكر السيد العمامرة على قيادته لهذه المبادرة الإفريقية التي تهدف إلى إقرار السلم والأمن في عديد دول الإفريقية والاستقرار وإجراء انتخابات في ليبيا، وأشكره على هذه الجهود لتوحيدنا جميعا حول القضية الليبية. كما أشيد أيضا بالدور الكبير الذي تؤديه الجزائر في مجال ترقية السلم والأمن والاستقرار في المنطقة وفقا لمبادئ التنمية المستدامة التي تضمنها أجندة الاتحاد الإفريقي ل 2063. تبعا لصدور المرسوم الرئاسي رقم 336/21 المؤرخ في 28 أوت 2021 المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي البلدي والولائي ليوم 27 نوفمبر 2021، أصدر رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات القرار رقم 7 المؤرخ في 30 أوت 2021 والمتعلق باستمارة اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي البلدي والولائي والتصديق عليها، وطبقاً لأحكام القرار المنوه عنه أعلاه يتم سحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية من ممثلي المعتزمين الترشح للأحزاب السياسية أو المترشحين الأحرار المؤهلين قانوناً لدى المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المختصة إقليمياً
بتقديم رسالة تعلن فيه نية تكوين قائمة مترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي البلدي أو الولائي، وبهدف تسهيل عملية التصديق على استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية. وسعى القرار الصادر من رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من قائمة الأشخاص الذين أضيفت عليهم صفة الضابط العموميين المؤهلين قانونا لتشمل كل من الأمناء العامين للبلديات أو أي موظف مفوض من قبلهم، الموثقين، المحضرين القضائيين، محافظي البيع بالمزايدة، المترجمين، التراجم الرسميين، مدراء التقنيين والشؤون العامة، مدير الإدارة المحلية والانتخابات والمنتخبين بولاية الجزائر، رؤساء ديوان المقاطعات الإدارية، رؤساء المصالح بمديرية التقنيين والشؤون العامة، رؤساء الدوائر، رؤساء المشاريع بالنسبة لولاية الجزائر، الأمناء العامين للدوائر. وتقدم استمارة اكتتاب التوقيعات الفردية بعد التصديق عليها لدى ضابط عمومي مرفقة ببطاقة معلوماتية من أجل اعتمادها إلى القاضي رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية المختصة إقليميا بالنسبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي البلدي. أما بالنسبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الولائي، تقدم استمارة اكتتاب التوقيعات الفردية مرفقة ببطاقة معلوماتية إلى القاضي رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية لبلدية مقر الولاية، حيث يقوم رئيس اللجنة المعنية بمراقبة التوقيعات والتأكد من صحتها ويعد محضرا لذلك. تسلم نسخة منه إلى ممثل قائمة المترشحين المؤهل قانونا، مع العلم أن التصديق على استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية في صالح قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي البلدي والولائي معفاة من مرسوم الدمغ والتسجيل والمصاريف القضائية. وتذكر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بأنه يحظر على الراغبين في الترشح دفع مقابل مادي لأي شخص، والتوقيع على استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي البلدي أو الولائي. في الرياضة وفي الألعاب الشبه أولمبية بطوكيو 2020، تدعم رصيد الجزائر اليوم بثلاث ميداليات ذهبية في رياضة ألعاب القوى. الميدالية الأولى تحصل عليها اسكندر جميل عثماني في سباق 400 متر في اختصاص T13 بزمن قدره 46 ثانية و70 جزءا من المئة، محطما بذلك الرقم القياسي العالمي. كما أضافت العداءة صفية جلال في مسابقة رمي الجلة الذهبية الثانية ورقما قياسيا عالميا جديدا قدر ب11 مترا و29 سنتيمترا. أما الميدالية الثالثة فكانت من نصيب إسمهان بوجعدار في تخصص دفع الجلة لفئة F33 مع تحقيق رقم قياسي بارا أولمبي جديد للنخبة الجزائرية، ليرتفع بذلك رصيد الجزائر إلى 10 ميداليات من بينها 4 ذهبيات. بعد تكريمهن أمس من قبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وبمقر وزارة التربية الوطنية، أشرف اليوم عبد الحكيم بلعابد وزير القطاع على تكريم النوابغ الثلاث المشاركات في البطولة العالمية للحساب الذهني، حيث أشاد بنتائجهن المشرفة. أمين مشقق. +33 +47 +23 +15. هي في غنى عن الآلة الحاسبة، طالما باستطاعتها عد أعقد العمليات الحسابية بسهولة بالغة. ريتاج ابنة 11 رابعا تواصل تشريف الجزائر وحصد مراتب مشرفة في البطولة العالمية للحساب الذهني. شعرت بسعادة غامرة وبفخر لأني رفعت راية بلاد الجزائر عاليا. والدي الكريمين هما اللذين شجعاني، وأمي هي مدربتي الشخصية التي أوصلتني إلى العالمية. المتفوقات الثلاث تكون على يد مؤطرين أكفاء بالأكاديمية. كل من أراد النجاح عليه بالمثابرة والإرادة القوية والعزيمة. وزير التربية الوطنية وخلال تكريمهن أكد دعم الدولة للنوابغ الصاعدة والكفاءات الشابة. النتائج المحصلة عليها هي مصدر افتخار لنا، لأنه حيازة بطولة العالم في منافسة عالمية شارك فيها بلدان كثيرة ومشاركين كثر كذلك، ليس بالأمر سهل. وهذا يعكس أن بلدنا تعيش بالمواهب وبالنخب المدرسية، وعلينا واجب التكفل بها وكذلك القيام بواجبنا إزاء هذه الشريحة لاستكشافها وكذلك لأن تشرف بلدنا في كل المحافل.
بمثل هذه النوابغ تفتخر الجزائر. ريتاج أنفال ملاك، عقدنا العزم على النجاح فقطفنا أولى الثمار. إثر الفيضانات الأخيرة التي شهدها وادي ميطر ببوسعاد، عثر صباح اليوم عناصر الحماية المدنية المكلفون بالبحث عن 3 مفقودين بوادي ميطر ببوسعاد، حيث أفادت مصالح الحماية المدنية بالولاية أنه في حدود الساعة 10:47 تم العثور على جثتين على مستوى وادي ميطر، وجثة ثالثة لطفل تم انتشالها من طرف غطاسي الحماية المدنية ببركة مائية بذات الوادي. جدير بالذكر أنه في أعقاب التقلبات الجوية التي شهدتها ولاية البسيلة قبل 3 أيام تم إنقاذ 7 أشخاص وإخراج 3 سيارات من الأودية. عبر تقنية التحاضر عن بعد، شاركت وزيرة البيئة سامية موالفي في المؤتمر الوزاري الخاص بالنفايات البحرية والتلوث البلاستيكي الذي نظمته جمعية الأمم المتحدة للبيئة، حيث أبرزت الوزيرة في مداخلتها جهود الدولة في هذا المجال، كما عرضت مخطط عمل الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الذي يضمن العيش الكريم للمواطن ويحافظ على البيئة للأجيال القادمة. كما كانت للوزيرة اقتراحات بمناسبة هذا الاجتماع. وكوفد جزائري إلى جانب الدول الأخرى دول الإفريقية، اقترحنا إنشاء لجنة تفاوض حكومية دولية. هذا اقتراح، بالطبع هذا الاقتراح مع موافقة الدول التي تقتسم أو تتقاسم معنا نفس المشاكل ونفس الرؤية، وهي الدول الإفريقية، وهي إلى اعتماد إذن إنشاء لجنة تفاوض حكومية دولية تفضي إلى اعتماد نهج شامل. اجتمع وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية هشام سفيان سلواتشي مع مجموعة من الصيادين الذين شاركوا في عملية إنقاذ زملائهم في عرض البحر. بالمناسبة أكد الوزير على الوضعية الاجتماعية والمهنية للصيادين التي ستكون المحور الأساسي لاستراتيجية القطاع والتكافل بكل انشغالاتهم المهنية. هذا الاجتماع اليوم إن كان يدل على شيء فإنما هو يدل على افتخارنا واعتزازنا بمهنة الصياد وبمهنة البحار. نحن هنا للعمل سويا حتى نتعاون لحل كل المشاكل في إطار القانون المتعلقة بالمهنيين. نحن هنا يعني جينا نعملوا عمل ميداني، وكان فيه عمل كان بدأ فيه القطاع احنا نكملوا فيه. حظي الوفد النيجيري رفقة رئيس المركز الوطني للدراسات الشاملة بمخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف، حظي باستقبال رسمي وشعبي، وكان التضامن المطلق مع قضية الشعب الصحراوي شعار الزيارة. عمار تواجين. زيارة الوفد النيجيري رفيع المستوى إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين خطوة تعكس التضامن الدولي مع القضية والدعم الواسع التي تحظى به عبر العالم في سبيل التحرر من الاستعمار، وهو ما أكده ممثلي الوفد لدى حلولهم بمخيم بجدور، أين حظيوا باستقبال شعبي كبير. انتهاكات حقوق الإنسان التي تعرض لها الصحراويون وجب على الأمم المتحدة الوقوف عند خروقات والتجاوزات المسجلة ضد الصحراويين. أثناء زيارتنا اكتشفنا شعب صامد يناضل من أجل حقوقه، ولهذا نيجيريا تدعم حقه في الحرية. الزيارة تترجم حجم الدعم الدولي المتزايد والمساند لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وهو ما ترافع من أجله الجزائر. 46 سنة من الصمود دليل على ثبات وصلابة ورسخة إيمان هذا الشعب بقضيته. خلال هذه العقود الماضية تأكدت باللي أبناء هذا الشعب عندهم مبادئ راسخة لا تتغير. الوزير الأول الصحراوي أشاد بالدعم الكبير الذي تحظى به القضية الصحراوية من قبل أحرار العالم شعوبا أو حكومات. هذه الزيارة تعبير عن الدعم والمساندة اللي تقدم نيجيريا لكفاح الشعب الصحراوي منذ اعترافها بالجمهورية الصحراوية 84.
محور الجزائر نيجيريا جنوب افريقيا يشكل العمود الفقري للاتحاد الافريقي. التضامن الدولي مع القضية يتزايد مع الأيام، ومعه يزداد عزم الشعب الصحراوي على المضي قدما في تحقيق النصر والاستقلال. أشاد الوزير الأول الصحراوي بشراي حمودي بيون أمس بالدعم القوي للجزائر ونيجيريا وجنوب إفريقيا للقضية الصحراوية العادلة، مؤكدا أن هذه الدول تشكل العمود الفقري للاتحاد الإفريقي وتمثل سندا قويا للقضية الصحراوية. جاء هذا خلال كلمة ألقاها الوزير الأول الصحراوي لوفد الباحثين من المعهد الوطني للدراسات السياسية والاستراتيجية بنيجيريا بمقر رئاسة الصحراوية. ومن جهتها أكدت رئيسة الوفد النيجيري بأن وجود هذا الوفد الهام بمخيمات اللاجئين الصحراويين هو تعبير عن تضامن عميق ولا مشروط مع الشعب الصحراوي. كما أشاد المدير العام للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة عبد العزيز مجاهد بالمناسبة بصمود الشعب الصحراوي وثباته وتمسكه بحقه في تقرير المصير والاستقلال رغم كل الظروف التي يتعرض لها، خاصة انتهاكات حقوق الإنسان من طرف المحتل المغربي في الأراضي الصحراوية المحتلة. إلى ذلك نفذ جيش التحرير الشعبي الصحراوي أمس هجمات جديدة ضد تخندقات قوات الاحتلال المغربي على طول جدار العزل حسب ما أورده البيان رقم 294 لوزارة الدفاع الصحراوية. وكانت لجنة الدفاع عن حق تقرير مصير شعب الصحراء الغربية قد حذرت في وقت سابق من أن المحتل المغربي يتعمد حرمان المواطنين الصحراويين بالأراضي المحتلة من العلاج ضد فيروس كورونا كوفيد-19، مما خلف زيادة في نسبة الإصابات والوفيات بالوباء بين أبناء الشعب الصحراوي، داعية المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال المغربي لوقف تجاوزاته الخطيرة واحترام حقوق الإنسان. في كرة القدم يتوجه الاهتمام اليوم لمباراة الجزائر جيبوتي برسم الجولة الأولى لتصفيات مونديال قطر 2022. الخضر بتعداد كامل لدخول موفق على طريق التأهل للعرس الكروي العالمي. أنيس مزيان. بنفس الأهداف ونفس الغاية ونفس العزيمة ستدخل العناصر الوطنية موقعة جيبوتي لتحقيق بداية مثالية في طريق التصفيات لمونديال قطر. أشبال الناخب الوطني جمال بالماضي أجروا معسكرا تحضيري في مركز سيدي موسى بأسماء تريد تأكيد مستوياتها المميزة مع أنديتها، وأخرى غابت عن القائمة المستدعات لأسباب فنية وأخرى مرتبطة بالميركاتو الأوروبي. رفقاء القائد رياض محرز سيحاولون المواصلة على النهج المعهود وتفادي أي صعوبات قد يخلقها المنتخب الجيبوتي المعروف بالتكتل الدفاعي، وهو الذي سيدخل المباراة بأسماء أغلبها تنشط في الدور المحلي في انتظار مآل مباراة هامة قد تسهل مشوار التصفيات لأكبر المواعيد الكروية. مباراة الجزائر جيبوتي تأتيكم على المباشر على القناة الأولى والشبابية السادسة بداية من الساعة 8 مساء. هذا وتؤكد المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري لمشاهديها الكرام أن جميع المباريات المتعلقة بتصفيات داخل الجزائر ستنقل على القناتين الأولى والسادسة حصريا ضمن الترددات الموجودة على النايل سات بتقنية البث عالي الجودة ضمن منطقة البث الخاصة بشمال إفريقيا والشرق الأوسط، وذلك وفقا للعقد المبرم مع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. وتدعو المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري إلى احترام حقوق البث مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية في حال تسجيل حالات قرصنة مباشرة وغير مباشرة عبر وسائل الإعلام بمختلف أنواعه سمعية بصرية ورقمية حماية للمنتخب الوطني من أي تداعيات. ويتمنى التلفزيون الجزائري للخضر التوفيق والسداد.
بطل نسخة 2021 لرابطة المحترفة الأولى فريق شباب بلوزداد تسلم في سهرة درع البطولة في حفل تكريمي أقيم بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بنادي الصنوبر بحضور أعضاء الفريق لاعبين وطاقم فني وإداري وبعض المدعوين من لاعبين سابقين. أشكر لكم كرم المتابعة مشاهدينا، ألقاكم في نشرة الخامسة.